السلام عليكم ورحمة الله، معكم نهاد القلعي في رسالة أسبوعية جديدة. موضوعنا اليوم باش يكون التواصل. التواصل اللي هو أساس من أساسيات النجاح في الخدمة بتاعنا. التواصل اللي نحكي عليه هو التواصل مع المرشحين، مع الشركاء، مع الكوتش. نحكي عن التواصل بصفة عامة، لكن في نفس الوقت باش نركز على نوع معين من التواصل هو التواصل مع الكوتش. لكن قبل ما نحكي عن التواصل مع الكوتش، نحب نقول لكم إنه خدمتنا هي خدمة كونكشن، خدمة تواصل، يعني انك انت كي تحكي مع مرشحينك وتتواصل معاهم وتعرف شنو احتياجاتهم وتعرف شنو على شنو يفركسوا، هنا نجم تعاونهم اكثر على انهم ياخذوا القرار وانهم يدخلوا معاك في الخدمة هذه. كيف باش تتواصل مع شركائك باش تفهمهم اكثر شنو هو ناقصهم، شنو هو لازمهم باش يقدموا في الخدمة هذه، شنو اللي معطلهم. لكن اهم تواصل بالنسبة لي هو التواصل مع الكوتش نتاعك. علاش؟ لأن الكوتش متاعك هو الشخص اللي عنده خبرة أكثر منك، إنه فهم الخدمة أكثر منك، اللي بيش يوريك ثنية صحيحة، واللي بالخبرات اللي بيش يوصلها لك أنت تنجم تعمل إنجازات. إضافة الحاجة مهمة على الأخر، إن الكوتش متاعك راهو عنده برشة شركاء مباشرين وغير مباشرين، في حين أنك أنت عندك كوتش واحد. يعني المنطق يقول انك انت اللي تتواصل اكثر وانك تسعى باش تتواصل مع الكوتش نتاعك. علاش؟ خاطر حاجه طبيعيه جدا انه الكوتش باش يتواصل اكثر وباش يكون متفاعل اكثر مع العباد اللي هي متصله به، خاصه كي تبدا الشبكه نتاعو كبيره وعنده برشا مباشرين وعنده برشا شركاء. دونك باش يقرحوا طبيعي جدا انه اللي باش يطلبوا واللي باش يحب يخدم عنده المعلومه هو اللي باش يعطي اكثر واللي باش وباش يوصل له اكثر معلومات وباش يوسع معه اكثر باله. دونك ما تستناش انك انت الكوتش نتاعك يطلبك باش يسالك شو عملت وش ما عملتش وش بك ما عملتش حاجه هذيك وش بك البرنامج اللي عملت تفهمنا فيه وش بك ما مشيتش فيه. لا، خليه العكس هو الصحيح. خليك انت الشخص اللي يتواصل مع الكوتش نتاعو، خليك انت الشخص اللي حيفرض وجوده في في في, في حياه الكوتش نتاعو، ويستغل انه فما انسان اقدم منه فاهم الخدمه اكثر منه باش يعطيه له ماكسيموم. ديجا فما ثلاثه حاجات اساسيه باش يخدم الكوتش نتاعك كي تتواصل معاه. اول حاجه هي انه هو اللي باش يعلمك الخدمه، باش يقول لك الاساسيات، هذه تجي هكا وهذه ما تجيش هكا. ثاني حاجه الاستشاره، انك انت تستشيره وانت قاعد تعمل في خطوات باش تحمي روحك من اخطاء، باش تحمي روحك من انك تمشي في ثنيه غلطه. يعني من الاخر بالكل، اضافه انه باش يعلمك انه باش يحميك من الاخطاء، وزيد عليهم انه الكوتش نتاعك هو مصدر الطاقه نتاعك، مصدر التحفيز، مصدر الباور اللي انت يخليك تكمل تمشي لقدام رغم التحديات، رغم الصعوبات، رغم اي، رغم انه معناتها في بعض الاحيان فما حاجه مش ماشيه معك جمله، لكن تواصلك مع الكوتش نتاعك هو اللي باش يعطيك الروح اللي باش تخليك تكمل باش توصل اهدافك وتوصل لاحلامك. دونك اذا انت تحب تنجح في الخدمه هذه وتحب تعمل انجازات كبيره، تذكر دائما انه انك محتاج باش تتواصل واساسا مع الكوتش نتاعك. برشا شركاء يعتقدوا انهم غير معناتها مش مستحقين الكوتش، انه يعرف كيفاش يتصرف، انه يعرف كيفاش يخدم، انه يعرف كيفاش يمشي اموره بوقتها بلغتنا. لكن نجي نقول لك على حاجه، ممكن تكون في المجال نتاعك قوي برشا وتيران واختصاص قوي على الاخر، لكن اذا انت انسان جديد خاصه في التسويق الشبكي وما عندكش خبره، راك محتاج الكوتش نتاعك. ما تكذبش على روحك، راك محتاج الكوتش نتاعك، محتاج الخبره نتاعو، حتى لو فرضنا اصغر منك في العمر، لو فرضنا ممكن مستواه التعليمي اقل منك، ممكن زاد ماهوش قديم برشا في الدومين، لكن هو غالبك بشويه تجربه. التجربه هذيك تخلي يكون فايتك شويه، اضافه انه هو عنده كوتش والكوتش نتاعو اكيد عنده خبره اكثر منك ومنه. دونك هو باش ياخذ معناتها معلومات وخبرات من عند الكوتش نتاعو اللي باش يوصلها لك. دونك خيط التواصل هذه اللي نحكي عليه ما تقطعوش باش انت بيدك تلقى شنو باش تعطي لشركائك، باش تلقى الاضافه، تلقى برشا اضافه نجم توصلها لشركائك. دونك ننصحك انك تعطي اهميه كبيره للنقطه هذه اذا انت تحب تنجح في الدومين بتاعنا وانك توصل تمشي لقدام. دونك التواصل وزيد نحكي على التواصل، خليه حاجه مهمه، خليه حاجه مركز عليها، اعطيها قيمه، ما تستناش انهم يطلبوك، انت بادر وخليك الشخص اللي يحب ينجح، الشخص اللي يحب ياخذ المعلومه، الشخص اللي يحب يستفاد من خبرات نتاع العباد اللي قبله. يعطيكم الصحه وموعدنا ان شاء الله في فيديو اخر في اقرب وقت ان شاء الله.